للأسف يعني أنا بقالي نص ساعة واقفة ببص على الأنسة المحترمة والأستاذ ده، يعني قمة القذارة. يعني أنا بوجه لها بس رسالة، هو تفتكري إنه بعد ما قعدك كده في الشارع هيتجوزك؟ ولو بيخاف عليكي هيعمل المستحيل علشان يوصل لبيت أهلك ويتجوزك، مش يجيبك في الشارع ويعمل اللي هو بيعمله ده فيكي. بصوا بيتلفت حواليه ازاي، زي الحرام. وانا متأكدة ان لو عنده شقة كان خدك فيها، وانتي بغبائك متخيلة ان ده حب. الحب عمره ما كان كده. انا بس بصور علشان خاطر كل اللي هتنخدع في واحد وتفتكر انه بالشكل ده بيحبها، وانها بتضحي وتتنازل علشان خاطر يتقابلوا، لان هي بتحبه مش قادرة تبعد عنه وظروف الحياة. لا لا لا، دي قلة دين وقلة توجيه وتربية. والراجل ده او الولد ده هيتحاسب اكتر منك قدام ربنا، وانتي كمان هتتحاسبي. لو بيحبك مش هيعمل فيكي كده. بلاش بنات كتير يتخدعوا باسم الحب ويعيشوا الموقف ده. الموقف والله انا مشفقة عليك، انا مشفقة عليك، مش عارفة اقول ايه بصراحة. لو بيحبك مش هيعمل فيكي كده. ادي تأثير الافلام، وادي تأثير مسلسلات. بتمنى ان حد يشوفهم ويروح يقول لهم عيب. طب ما اقول لهم انا، انت يا دي حيوان، يا حيوان يا سافر، انت يا بنت يا كلبة، ده لو بيحبك ما كانش هيعمل فيكي كده يا حيوانة يا سافلة. لو بيحبك يروح بيت اهلك يا قليلة الادب. قومي يا بنت، قومي قومي، يلا هنا على ابو ربيعتكم، انا صورتكم يا يحيى. يحيى يحيى، انزل شوف الاشكال دي. خليها يعمل فيكي كده، مش هيتجوزك يا كلبة، مش هيتجوزك. يلا يا زبالة، يلا استخبي يا قليلة الأدب، يا قليلة الرباية، يا قليلة الأهل. في الشارع، في الشارع يا حيوانة، ترضيها على نفسك ازاي يا كلبة؟ اظن يعني الكلمتين دول، اظن لو هي عندها شرف هتزعل على نفسها. كل يوم انا صورتهم، انا صورتهم، لا صورتهم، انزلهم على الجروب والله.